وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل قل سلام على
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب ربكم وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به
إن الحكم إلا لله كتاب مبين.
ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وعنده مفاتيح ولا حبة في ظلمات الأرض ولا